مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. دلوقتي أول فقرة في حلقة الأهلي الليلة النهاردة، وهيكون معانا طبعا ضيفنا الأستاذ أو الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدوري الكبير والشهير، وأكيد هنتكلم في العديد من الأمور المهمة جدا بتخص التحكيم، وخصوصا الفترة دي يعني الكلام كتير جدا عن التحكيم من مختلف الأندية، بس يعني مش نادي محدد. كابتن ياسر مساء الفل عليك. مساء الفل أخبارك إيه؟ ودايما موفق. ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني خلينا نبتدي بتقييمك للمستوى التحكيمي السنه دي في بطوله الدوري بالتحديد، الامور ماشيه ازاي؟ شايف المستوى جيد بالنسبه للحكام ولا ليك راي تاني؟ طيب الاول في البدايه لما نقول ان مستوى التحكيم جيد ولا لا، نبدا الاول نشوف هو في الشارع الكروي ردود الافعال دايما بتبقى ايه بعد الماتشات، نشوف الاجواء اللي بتبقى محيطه بعد انتهاء كل مباراة. دي حاجة مهمة ان دي بتدينا على طول انطباع هل التحكيم ماشي بشكل كويس ولا في مشاكل. اعتقد ان احنا بنلاقي في كلام كتير وفي شكاوى كتير، سواء من المديرين الفنيين او الاجهزة الادارية او الجماهير. بالتالي طبعا برضو الاعلام برضو بيبقى ليه دور ان هو بيتكلم في الاخطاء اللي بتحصل. اكيد ده اول انطباع بيجي لنا. لو بدأنا ان احنا نخش بتخصص شوية، فلغه الارقام عمرها ما بتكذب، وانا دايما ببقى حريص على دي، لان دي اللي بتدينا الانطباع الشبه الحقيقي. مش هقول حقيقي بنسبه 100%، لان هي من وجهه نظر، وجهه نظر دي ممكن تحتمل الصواب وتحتمل الخطا. احنا بنتكلم دلوقتي، احنا خلصنا حوالي 16 اسبوع لعبنا فيهم حوالي 129 مباراه، ومتاجل 15 تقريبا. ال 129 مباراه دول احنا عندنا اسبوعين فقط لا غير، اللي هم ال 12 وال 14 اللي مروا بدون اخطاء مؤثره. يعني ايه اخطاء مؤثره؟ اخطاء مؤثره اللي هي بتبقى نتيجه خطا حكم بتاثر في نتيجه المباراه، زي ضربه جزاء مثلا، او ضربه جزاء ما تحسبش، او ضربه جزاء اتحسبت غلط، او جون احتسب وهو مش شرعي، او يعني الحاجات اللي هي ثابته اللي ما فيهاش خلاف. الحاجات دي طبعا احنا بنقول ان هي بتاثر في نتيجه المباراه تاثير مباشر، في حاجات تانية بتاثر، ولكن احنا بنتكلم على التاثير المباشر. لو احنا بصينا في ال 129 مباراه، وزي ما بقول لك في اسبوعين بس ما فيهمش اخطاء مؤثره، ده عدد قليل ولا كبير؟ وبقيت هنشوفها بالنسب، هنشوف بالنسب. لما احنا نقول ان احنا عندنا 129 مباراه، فيهم 27 مباراه اتغيرت نتيجتهم باخطاء تحكيميه. 27 مباراة من 129 اتغير. طب ما هو برضه عدد كبير بنسبه 21%. هل النسبه دي معقوله؟ لا، انا اعتقد ان هي زايده. زايده طبعا. واعتقد ان انت لو سالت اي حد هيقول لك لا، النسبه دي زياده. البعض بيتكلم ان الاخطاء موجوده في الدوريات العالميه، اكيد وعمرها ما هتبقى مش موجوده. ولكن موجوده بالارتفاع ده ما اعتقدش، ده رقم واحد. تمام. موجوده بالتكرار من نفس الاخطاء ما اعتقدش. موجوده بالتكرار من نفس الحكام ما اعتقدش. يعني ايه؟ يعني النهارده الاخطاء ممكن هي تتغير، امير يغلط غلطه وانا اغلط غلطه غيرها، انما هي نفس الغلطه، فيبقى في حاجه مش مظبوطه، يبقى في حاجه غلط. فده دي لغه الارقام، لغه الارقام بتقول ان احنا عندنا خمس مباريات الدوري اتغيرت نتيجتها نتيجه اخطاء تحكيميه. طيب هل الاخطاء التحكيميه دي رايحه في اتجاه واحد؟ لا، اعتقد ان هي طالت جميع الانديه. جميع الأندية. جميع الأندية. كل الأندية اتضرت وكل الأندية استفادت. يعني أنا النهاردة اتضريت في مباراة وهستفيد في المباراة اللي بعدها. أنت متأكد إن كل الأندية استفادت يا كابتن؟ طيب ماشي. كله. بما فيها الأهلي اللي أنا بتكلم فيها، بما فيها الزمالك، بس أنا مش فاكر بصراحة في الماتشات اللي لعبها النادي الأهلي في الدوري لحد دلوقتي إن هو استفاد من أخطاء تحكيمية. أنا فاكر إن الأهلي اتضر جدا من أخطاء تحكيمية، وأبرزها طبعا مباراة الإنتاج الحربي الشهيرة وكرة وليد أزر. تمام. أو أرد عليك وأقول لك ماتش الاهلي والاسماعيلي او مباراه في الدوري، هدف التعادل بتاع الاهلي في الوقت البدل الضايع كان من تسلل، كانت اوفسايد بتاع محمد شريف. تمام. فيبقى هنا الاهلي خد بونت مش بتاعه. زي ما حضرتك بتقول ماتش الانتاج راح منه بونتين كانوا مستحقين. فعشان كده بقول لك ايه، كل الانديه استفادت وكل الانديه اتضرت، ولكن هل هو ده المعيار بتاعنا اللي احنا هنمشي بيه ونقول الدنيا كويسه؟ هل ده اللي احنا هنقول ان هو ده غايه المراد، ان العداله ان كله يتضر؟ لا. العداله دي الحالة طبعا معانا هي بتاعت وليد ازار، والحاله الشهيره جدا. طبعا احنا طبعا اتكلمنا فيها. بقول لك يا كابتن ياسر، الحاله دي بالتحديد طبعا انا طبعا افتكرت الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في اسماعيلي، طبعا هدف غير صحيح وتسلل، وعندك حق في الجزئيه دي، لكن
الكره دي بالتحديد مين اللي المفروض كان يصفر فيها؟ الحكم الساحه ولا ولا اللاين مان ولا الحكم اللي هو الخامس اللي احنا شايفينه مركز قوي في الكره وما قالش اي حاجه خالص؟ طيب احنا مين المسؤول عن الصفاره الاول ان هو يقول يدي قرار؟ ناخد المهام بالترتيب. تمام، المباراه ال 90 دقيقه مسؤوليه طاقم التحكيم بالكامل، تمام، ده رقم واحد. ولكن المسؤوليه الاولى والاخيره لان هو صاحب القرار حكم المباراه، تمام، يبقى عندنا لو احنا قسمناها نسب هنلاقي ان النسبه الاكبر عن ابراهيم. طيب بعد كده لو ابراهيم ما شافش مين اللي يتولى الموضوع؟ الحكم الاضافي اللي هو قريب من اللعبه اللي هو كان تقريبا محمد ابو خاطر. طيب محمد ابو خاطر ما شافش، مين اللي بعديه؟ المساعد رقم واحد اللي هو قريب للعبه اللي هو غالبا كان هاني عبد الفتاح. تمام، فده توزيع المهام، الاولاني ما شافش والتاني ما شافش والتالت ما شافش. حضرتك هتقول لي ازاي ما شافش ده الدنيا كلها شافتها؟ احيانا قرب المسافه، يعني انا هتكلم على ابو خاطر تحديدا لان هو اللي كان شايل العبء الاكبر كاعلام. هو بينه وبين اللعبه يارطين، واليارطين دول المفروض ان هم يسمحوا له ان هو يشوف المخالفه بشكل واضح ويشوف الـ 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 المسك اللي حصل والمخالفه. تمام، ولكن هو قربه من اللعبه وغلطته في ان هو يتابع الكوره ما يتابعش الاجسام وما يتابعش المخالفه وتركيزه على النص التحتاني مش النص الفوقاني. لان انا المفروض اخد الكادر كله كامل، انا كل ما هوسع كل ما هجيب الصوره كامله. بس الكره دي بتحديد يا كابتن ياسر، انا الكلام اللي انا بقوله بص مش هيبقى يعني جزء فوق بص ولا جزء تحت، ده هي انا هقول لك، انا هقول لك خلي بالك اللي انا بقوله مش دفاع. انا عارف، لا انا فاهم، ركله جزاء ركله جزاء طبعا احنا بنحلل، ولكن انا بقول هو ليه ده ما حسبهاش وليه ده ما حسبهاش وليه ده ما حسبهاش. لما احنا نوصل النهارده ان اقرب واحد للعبه تمام بيقول ما فيهاش حاجه او ما اداش قرار او ما اداش راي. فاللي جاي من بعيد اللي هو بينه وبين اللعبه اللي هو ابراهيم 18 ياردة، لما بيسمع كلمه ما فيهاش حاجه بيحصل له شلل، لان اقرب واحد ليها هو اللي قال. حتى لو هو شايف بعينيه. انا همثلها لك، مش هنبعد على الكوره شويه، حضرتك سايق عربيه وانت سايق ومسيطر على العربيه وماشي بيها وانا قاعد جنبيك، ومجرد ما اقول لك حاسب اول حاجه هتعملها هتدوس فراغ. بالظبط صح. فانت النهارده لما بتقول ما فيش حاجه او ما بتديش قرار او ما بتديش راي او بتقول ما فيهاش حاجه، انت بتشيل صاحب القرار اللي هو حكم المباراه. طيب نروح بقى للطرف الثالث اللي هو المساعد رقم واحد. طيب اذا كان اللي بينه وبين اللعبه ياردتين بيقول ما فيهاش حاجه، واللي بينه وبين اللعبه 18 ياردة بيقول ما فيهاش حاجه، انا اللي بينه وبين اللعبه 35 ياردة هيبقى هي ده قرار اللي صح؟ فمن هنا بيحصل الـ عدم الثقه. بيحصل ان انت بتشكك اللي انت شايفه، واصعب حاجه اصعب حاجه ان يدخل لك الشك بعد اليقين. دي اصعب حاجه. وده اللي بيحصل، لان احنا مش عارفين نوزع المهام مظبوط، توزيع المهام طبعا. لازم يقعد مع بعض ولازم يتكلموا ولازم يعني هو ممكن يقولوا. ما كانش يبقى في قعده اصلا ما بينهم قبل كده؟ لا اكيد طبعا كان في الحاجات دي، اكيد قعدوا واكيد اتفقوا واكيد اللجنه محدده المهام، ولكن المهام دي انا لازم اديك الباور والقوه والشجاعه والثقه انك تاخد القرار. يعني انا النهارده ابراهيم شفت ان محمد ابو خاطر بيقول ما فيهاش حاجه، بس انا شايف، لا انا اصدق عليا، اصدق نفسي بالزبط. تمام. لو الدنيا كلها بتقول ما فيهاش حاجه، لا انا هحسبها. هو في حاجات غريبه كده ساعات بتحصل، يعني السنه اللي فاتت لو تفتكر يا كابتن ياسر في كره اتشاطت كده ومحمد عواد طلعها من بره ال 18 بايده ومحدش حسب اي حاجه خالص. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده الكلام ده كان ماتش الاسماعيلي، او السنه اللي فاتت بالتحديد مش اللي فات، الموسم اللي فات ماتش الاسماعيلي او الموسم قبل اللي فات كان ماتش الاسماعيلي والراجل طلع بره ال 18 بحوالي 20 ياردة كان اسماعيلي ولعب الكوره بايديه طقم المباراه بالكامل ما شافهاش، اللعيب او المهاجم اللي هو كان عايز ياخد الكوره ما احتجش، الجهاز اللي هو صاحب الهجمه كان قريب من اللعبه وما احتجش ولا اعترض. فدي حاجات بقى عارف ان احنا بنخش ايه الحاجات القدريه. ان انت يعني لدرجه انت عارف ايه، انا قاعد بفرج على الماتش انا شفت صح ولا شفت غلط؟ بص انت شايف بس انت يعني الناس دي كلها ساكته، الناس دي كلها ساكته وانا اللي شايف. وبعدين في الاعداد طبعا وضحت اللعبه. فالحقيقه اللي بتقوله ان بيحصل حاجات مش منطقيه، بيحصل حاجات مش منطقيه او اخطاء احنا مش واخدين عليها احنا نشوفها بالشكل ده، حصل وحصل السنه دي وخاصه في الاسبوع الخامس والسادس كانت بنسبه عاليه جدا. يمكن دول كانوا اسوأ اسبوعين عدوا في الدوري كله. فلما نيجي نتكلم في الاخطاء دي يعني بيبقى في عقوبات على الحكام يا كابتن؟ اكيد بتعلن. هو صح ان هي تعلن من اتحاد الكوره ولا صح ان هي ما تعلنش؟ هو مش راي ومش قرار اتحاد الكوره، والاتحاد الدولي مانع تماما ان عقوبه الحكم الفنيه تعلن. يعني انا ما اعاقبش حكم فنيا وارجع اقول
الراجل ده اتعاقب فنيا عشان غلط ما حسبش ركله الجزاء. طب الفرق ما بين العقوبه الفنيه والعقوبه الاداريه مثلا؟ لا مش الاداريه. امال ايه؟ احنا بنتكلم بقى على العقوبه الاخلاقيه. اخلاقيه. العقوبه الاخلاقيه لا اعلنها. الاتحاد الدولي بيعلن، الاتحاد الافريقي بيعلن، الاتحاد المصري لو حصل عنده وان شاء الله مش هيحصل يعلن، تمام؟ ده بالنسبه للاخلاقيه. اما فنيا لا، ده طبعا حق. بتبقى عباره عن ايه العقوبات الفنيه مثلا؟ انواعها ايه مثلا؟ طبعا على حسب حجم الخطا. في اخطاء ممكن بتكون ركله جزاء غلط. ولكن ركله جزاء غلط والنتيجه 2-0 فما اثرتش في نتيجه المباراه، فممكن انا اديله اسبوعين ايقاف عن ان هو يلعب في المسابقه الاعلى. انزله في المسابقه الاقل. لو هي ركله جزاء مؤثره بالتالي المده بتزيد، ممكن توصل لشهر، ممكن توصل لشهر ونص، على حسب الرولز اللي ماشي بيها لجنه الحكام. ولكن هنا هنتكلم في جزئيه ثانيه، هل معيار العقاب ماشي على كل الحكام بنفس المعيار؟ انا قولا واحدا اقول لك لا. لا. وقولا واحدا دي انا متعمدها. ليه؟ يعني جمله قولا واحدا دي انا متعمدها. لا. ياسر ممكن يغلط يقف شهر. محمد ممكن يغلط يقف يتوقف شهرين. امير يغلط ما نشوفوش تاني. يعني المعيار بتترتب على ايه؟ طيب المعايير دي بتبقى بناء على ايه؟ يسال في هذا لجنه الحكام. هم على اي اساس؟ من وجهه نظر حضرتك المفروض تبقى بناء على ايه المعايير دي؟ لا، المعيار بتاعي انا بحدد المعيار اللي هو الخطا. الخطا ده ليه عندنا كده بلغتنا تسعيره، يعني النهارده لما يكون في خطا مؤثر تمام، لا الراجل ده هيبعد 3 اشهر. لما يكون خطا وما اثرش نكتب لا هيقف شهرين، لما يكون وهكذا. طب الغلطه بتاعت ابراهيم نور الدين، كابتن ابراهيم نور الدين في مباراه الانتاج، بعديها قعد قد ايه ما يلعبش او ما يحكمش مباريات؟ لا، ابراهيم قعد حوالي 6 اسابيع ما يلعبش في الدوري الممتاز. دي مده يعني مناسبه او مده حقيقيه تنفع ان هو يعاقب عليها فنيا بعد الخطا الكبير اللي حصل ده؟ ولا كان يستاهل اكتر من كده ولا اقل من كده من وجهه نظرك يعني؟ ما خلي بالك برضو احنا زي ما بنتكلم على ابراهيم ان هو اخطا في مباراه، فهو كان ماشي في مباريات ثانيه بشكل كويس. قبل المباراه دي ولا بعد المباراه دي؟ قبلها. طيب احنا بنتكلم فيما بعد المباراه دي؟ ما انا بقول لحضرتك فلازم ده يكون عندي انا حاطه في اعتباري. يعني انا الحكم مش لما يعمل اول مره او ثاني مره هبحه. تمام. وخاصه لما يكون حكم ليه تاريخ وهو شايلني فترات طويله. حكم جيد في الحقيقه يعني، الراجل وشايلني فترات طويله. ولكن انا لو حكم على ابراهيم بالتحديد، لا ابراهيم بقاله اكتر من سنه بيلازمه سوء توفيق كبير عادي جدا. كانت بداياته على فكره كويسه قوي، غير عادي. تمام. يعني ابراهيم لو هنتكلم عليه فنيا، لا فنيا هو حكم محترم فنيا. شخصيه، سيطره، كل الكلام ده موجود. يعني من اوائل الحكام المصريين اللي حكموا مباريات اهلي وزمالك بعد فتره كبيره جدا كان فيها حكام. ولكن لازم نقول ايه، ان عدم التوفيق ده ليه اكيد سبب. والوحيد اللي يقدر يعرفه هو ابراهيم. هو اللي عارف عدم التوفيق ده بيلازمه ليه. تتواصل معاه؟ اكيد طبعا. ما قالكش ايه السبب في عدم التوفيق ده؟ وكمان بالتحديد ما سالتوش على اللعبه بتاعت ماتش الانتاج دي؟ لا بص، احنا لما نتكلم في الالعاب دي مش هقول له انت ما حسبتهاش ليه، لان انا كنت مكانه. وعدى عليا حاجات ما حسبتهاش. والراجل كان بيعمل الكوره كده بايديه ما شفتهاش. افظع حصل معايا الافظع. والله زي ايه مثلا؟ يعني ماتش في احد الدول الافريقيه، الراجل عامل الكوره كده بايديه ما شفتهاش، ولا انا ولا المساعد اللي كان معايا. تمام. وترتب عليها ان اتحاسب عليها ركله جزاء، ويعني تمام. فكلنا بص، ما فيش واحد ولا مسؤول عن تحكيم ولا عضو في لجنه حكام ولا محاضر ولا محلل ما غلطش. لازم هيكون غلط اكيد، ما فيش حد ما بيغلطش. كل الناس اللي بتتكلم على الحكام بتوع دلوقتي كلهم غلطوا. تمام. احنا اللي احنا بنقوله ايه او بنقوله ليه؟ علشان هم ما يكرروش نفس الغلطات اللي احنا وقعنا فيها. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقول لهم خبراتنا ايه علشان نعدي بيهم المرحله. بالزبط. يعني بدل ما يكتسب خبرات في 10 سنين يكسبها في 5 سنين. بدل ما يكسبها في 5 يكسبها في سنه. بالزبط. ده اللي احنا يعني بنسعى له، او هو ده اللي احنا بنقوله. انما ما فيش واحد حكم منزل وما غلطش، لا كله طبعا غلط وكله بيغلط. طيب. فلما بنتكلم معاهم او بكلم مع ابراهيم تحديدا، ابراهيم هقول لك حاجه انا مش عارف اقول لك ازاي. هو نفسيا لما بتحس ان هي ما عندك، انا واحد من الناس كنت ببعد. بتبعد على طول. بترفض يعني تحكم مباريات؟ اقول لهم انا مش. وده مسموح للحكم؟ طبعا. طبعا. انا مش مهيئ دلوقتي ان انا العب ماتشات، انا حاسس ان انا مش موفق. فبدل ما اروح اظلم فرقه، لا انا اقعد شويه لغايه لما كده استعيد نشاطي والحاله اللي هي فيها اللي انا فيها دي تتكسر، واخد ماتش في الممتاز بيه، واخد ماتش في القسم الثالث مش عيب. لحد ما احس ان انا واقف على رجليا، وبعدين ارجع تاني اكمل مشوار. يعني ما هو لازم الحكم برضه يكون. كابتن ابراهيم نور الدين ما عملش كده.
لا هم هي اللجنه بعتته خلاص. وانا كان نصحت من قبلها لابراهيم. احنا بنتكلم عن ان هو بقاله فتره كبيره بخلاف مباراه الاهلي والانتاج هو مش موفق زي ما حضرتك بتقول. ما فكرش نفس التفكير اللي حضرتك بتقوله ده. بعد وراح وعمل عمره ورجع وعمل كل حاجه عمل كل حاجه يعني هو مش موفق فتره مش موفق. فتره وهتعدي بس هي فتره طالت شويه معاه. طيب يعني انت بشكل عام شايف ان السنه دي التحكيم فيه تطوير ولا شايف ان فيه تراجع من وجهه نظرك من خلال الارقام اللي انت حضرتك قلتها؟ هقول لك حاجه احنا التحكيم بقاله فتره انا بس مش عايز كلامي يتفهم غلط من الحكام تحديدا يعني طبعا. التحكيم بقاله فتره مشكلته ان هو الموجه بتعلى عليه لما يكون الخطا مع فريق كبير او فريق جماهيري او فريق شعبي اما الاخطاء مع الانديه الثانيه بتعدي فعلا يعني انا النهارده لما بقول لك انا عندي 27 مباراه اتغيرت نتيجتها ال 27 مباراه دول مش بتوع الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد اللي هم الانديه الشعبيه والجماهيريه لا خالص بالعكس الانتاج الضار بيراميدز الضار كله الداخليه الدجله كله فبس هو الخطا بيكبر مع النادي الجماهيري والنادي الاعلامي قوي والكلام ده هو ده اللي بيخلي الدنيا تعلى شويه. السنه اللي فاتت كان في اخطاء وبرده كانت اخطاء مؤثره ولكن المنافسه الاخطاء في تصاعد يعني ولا بتقل الاخطاء في تصاعد او بتزيد ولا بتقل؟ لا السنه دي ملهاش مثيل لا السنه دي ملهاش مثيل يعني احنا بنتكلم في اول خمس اسابيع وصلنا ان النسبه 25% وبعدين تاني خمس اسابيع وصلنا ان النسبه بقت 23% طب. هي نازله بس هي اساسا عاليه يعني انا لو مثلا بتكلم في 8% وابدا تنزل معايا ده يبقى هايل انما ده انا بادئ ب 25% فصعب قوي ان انا هوصل بحاجه الا بمنتهى التركيز يعني لازم اوصل لمرحله من التركيز عاليه جدا ومن الكفاءة عالية جدا ان الدنيا تبقى ماشية معايا في المعدل العالمي او المعدل الطبيعي او المعدل احنا نقبله. طيب خلينا نروح نشوف تقرير رأي النقاد في التحكيم السنة دي في بطولة الدوري ايه ونرجع مرة تانية. التحكيم قضيه شائكه في بالنسبه للكره المصريه بمر بمرحله عدم التزام في الفتره الاخيره وده يعني بيحتاج وقفه من اتحاد الكره. المساله اصبحت يعني امور مبالغ فيها عندما طلب نادي بيراميدز حكام اجانب أو أندية أخرى طلبت كان هناك اعتراض على استخدام حكام أجانب ولكن اختلف الأمر عندما طلب بيراميدز يعني استدعاء حكام أجانب من الآخر كان هناك موقف غريب جدا من اتحاد الكرة وموقف غير مفهوم حتى أنه رئيس اتحاد الكرة أصدر قرار ولام على مسؤولين عندما رفضوا طلب بيراميدز في بداية الأمر ثم عاد وسمح لهم باستخدام حكام أجانب. هذه الأمور من شأنها أن تفقد الثقة في التحكيم المصري. هذه الأمور من شأنها أنها تثير كثيرا من علامات الاستفهام لماذا نادي مخصص بالرغم أنه وافق للنادي الأهلي لكن لماذا الموافقة على استدعاء حكام أجانب من الخارج وأنت تملك الكثير من الحكام. اتحاد الكرة لم يهتم بملف التحكيم مش من العام الحالي لم يهتم بملف التحكيم منذ سنوات بدليل لاحظ امسك ورقة وقلم وقول لي نهائيات أفريقيا آخر حكم مصري حكم نهائي أفريقيا هات لي حكم مصري في ال 20 سنه الاخيره حكم نهائي كاس امم افريقيا او نهائي دوري ابطال او نهائي الكونفدراليه لا تجد ولن تجد حكم مصري ادار مباراه نهائي. تابع مشاركه التحكيم المصري في المونديال على مدار البطولات الماضيه ستجد مشاركات ضعيفه جدا. طبعا تحكيم مصر طبعا السنه دي فيه اخطاء زي اي دوله في العالم في اخطاء بتكون مؤثره على نتائج مباريات ودي طبعا بتؤدي لمشاكل كبيره جدا. شفنا اخطاء في مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي اللي انتهت بالتعادل 0-0 واللي حرمت النادي الاهلي من نقطتين كانوا مهمين جدا في مشواره ان هو يستعيد الصداره او ينافس على الصداره في ظل اللي هو ضغط جدول المؤجلات وبعد انتهاء المشوار الافريقي وكده. دي نقطه. النقطه الثانيه التحكيم المصري عليه ضغوط كبيره جدا الفتره اللي جايه خصوصا الفتره اللي جايه من الموسم او من الدور الاول هتشهد مباريات اللي هي المواجهات المباشره بين المنافسين الاهلي الزمالك الاسماعيلي المقصه بيراميدز
فاعتقد هيكون تحدي كبير جدا جدا على لجنه الحكام ان هي تثبت فعلا جدارتها وتثبت التصريحات اللي صادره عن كابتن عصام فتاح ومجلس الاداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام بيقول ان الدوري المصري من افضل 5 دوريات في العالم مستوى التحكيم. فاعتقد الفتره الجايه هتكون بقى تحدي قدام الحكام، والتصريح ده هيحط الحكام تحت ضغط شديد جدا قصاد اللجنه قصاد الانديه قصاد كذلك الجماهير ان هي تؤدي مستوى ثابت وكويس. طبعا خلينا نعترف انه التحكيم المصري بيواجه ازمه من قبل بدايه الموسم. عايز اقول انه التحكيم تعرض لضغوطات كبيره من قبل بدايه الموسم، وده يمكن حتى الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام عضو اتحاد الكوره يعني اتكلم بنفسه في ده، انه التحكيم بيواجه ازمه، بيواجه ضغوطات من بعض الانديه اللي بتحاول اقحام التحكيم في ازمه هو ليس طرف فيها. الازمه في وجهه نظري تنقسم الى قسمين، قسم بدا قبل بدايه الموسم فعلا هجمه شرسه على التحكيم، وخلينا نكون صراحه دخول نادي بيراميدز في الصوره خلى الامور اكثر سخونه قبل بدايه الموسم. ده في وجهه نظري، البعض حاول اقحام بيراميدز في الموضوع، نادي بيراميدز حاول يعني يوجه صوره ان هو النادي الجديد صاحب الامكانيات صاحب النفوذ. في المقابل ايضا البعض حاول او تخيل انه بصوته العالي هيقدر ان هو يجذب التحكيم ناحيته او يرهب التحكيم، واعتقد ده اثر الى حد كبير في التحكيم او في مستوى التحكيم وعلى المستوى النفسي خاصه. لجنة الحكام حاولت جاهدة ان هي تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه من خلال التصريحات للكابتن عصام عبد الفتاح او من خلال محاولات لملمة الامور داخل لجنة الحكام، ولكن فعلا بعض الحكام من الاسماء الكبيرة تأثرت على المستوى النفسي. خلينا نقول لانه انا دايما بفترض يعني سلامة النية فيما يخص التحكيم، تحكيمنا المصري على مستوى النزاهة هو تحكيم نزيه، الحكام عندها ضمير فعلا، لكن قد يكون البعض تأثر من الناحية النفسية وده كان لي تأثير على نتائج بعض المباريات المهمة والمؤثرة. لكن في النهاية التحكيم المصري بيعاني هذا الموسم، بيعاني بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن في وجهة نظري لازم جميعا نلتف في هذه المرحلة حول التحكيم المصري ونؤكد على كامل احترامنا وتقديرنا للتحكيم المصري حتى يخرج من هذه الأزمة. كلام مهم جدا طبعا بعض النقاد الرياضيين وارائهم في التحكيم السنه دي، لكن يا كابتن ياسر بالتحديد استاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير في اول التقرير قال ان مفيش حكام مصريين بيديروا مباريات نهائيه في البطولات الافريقيه بقالنا فتره، ده سببه ايه؟ وكمان المشاركات القليله في المونديال بالنسبه للحكام المصريين، وجهه نظرك ايه في الجزئيه دي؟ طيب خلينا نتفق على حاجه، ان كل دوله بيجي لها كل فتره حكم هو اللي بيلعب البطولات الكبيره او النهائيات زي ما استاذ محمود بيتكلم. فتره من الفترات كان موجود الكابتن جمال، بعديه كان موجود كابتن عصام، بعديه بفتره طويله شويه كان جهاد جريشه. جهاد جريشه لعب نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت وراح كاس عالم وعلى طول موجود في بطولات الامم الافريقيه سواء المحليين او المحترفين فموجود. وده يعني طبيعي ان هو واحد بس اللي يكون موجود، يعني ما شفناش الكابتن جمال راح كاس عالم ومعاه حد تاني. لا هو راح لوحده طبعا معاه مساعد كان الكابتن، بس حتى المباراه الوحيده في كاس العالم مين ده؟ كابتن جهاد جريشه؟ انا بتكلم على كابتن جمال. كابتن جمال. لا كابتن جمال طبعا اكتر واحد في مصر لعب ماتشات في كاس العالم. جهاد لعب مباراه وهو بص عايز اقول حاجه، انجلترا وبنما على ما اعتقد يعني. ولكن هو مروحه في حد ذاته ده انجاز, إنجاز. تمام، كون بعد كده ان هو يلعب او ما يلعبش ما برضه هناخد كده بالقياس، يعني في حكام كبار لعبوا مباراه برضه واحده ومشوا وكان ده تاني كاس عالم ليهم. تمام، فيعني مش ده مش مؤشر على حاجه. ايه اكتر الفترات اللي كانت جيده تحكيميا في مصر من خلال متابعتك على مدار السنوات الكبيره اللي فاتت من وجهه نظرك؟ هبقى متحيز وانا ما بحبش ابقى متحيز. بص انا هقول لك حاجه، ويمكن الجماهير اكيد متابعه واكيد الاعلاميين متابعين واكيد طبعا برضه انت متابع. اعتقد ان يعني من اجمل فترات الكوره المصريه الفتره اللي هي من 98 99 لحد 2010، يعني ده انا بعتقد ان دي كانت قمه الكوره في مصر من جميع النواحي، فضائيات، اعلاميا، تسويقيا، اسماء لعيبه، اسماء فرق، اسماء مدربين. اعتقد ان دي كانت الفتره
الذهبيه تحكيميا كانت فتره رائعه ولا كان فيها برضو كلام كتير في كل الاجواء دي لما تدخل معاها عنصر التحكيم هينجح؟ مش هينجح بالسهل. لا، لازم يكون موجود حكام موهوبين، لازم يكون موجود حكام اصحاب شخصيه، موجود حكام يعني انا هقول لك حاجه. انا لو سالتك مين اللي كان بيحكم في العشر سنين دول هتقولهم لي بالاسم. في حين ان رئيس لجنه الحكام كان قاعد يفتكر مين الحكم الدولي السابع في احد البرامج. يعني هو حافظ سته والسبع نسيه. في النبي لو انا سالتك قلت لك العشر سنين دول مين اللي كان بيحكم فيهم هتقولهم لي بالاسم. فهيم، يا سمير، مدحت عبد العزيز، اسماء. اسماء اسماء وحمدي شعبان، انا مش عايز انسى حد يعني. تمام. لعبنا في اجواء صعبه، او هم لعبوا في اجواء صعبه، لعبوا في اجواء جماهيريه، لعبوا بورسعيد، لعبوا في المحله، لعبوا في اسكندريه، لعبوا في كل حته، والملعب ده كان بيبقى مقفول. صدى القاهره 70-80 ألف. يعني انا مش عايز يعني، طب ما هو برضه يعني شيء بالشيء يذكر يا كابتن ياسر، ما هو لما ما يكونش في جماهير خلال الفتره الكبيره اللي فاتت ده كان طبيعي ان ما يبقاش في ضغوط على التحكيم، فبالتالي يكون التحكيم بيظهر بالشكل الجيد. ليه برضه كنا بنشوف التحكيم مش بالمستوى الفني الجيد في معظم المباريات في البطولات المحليه المختلفه يعني؟ طيب انا كنت دايما بقول هيكون المحك الرئيسي للحكام عندنا وجود الجماهير. ودايما كنت بقول ان هم بعيد عن الاختبار ده. وكنت بقول ان عدد كبير فيهم هيتعب لما الجماهير ترجع. تمام. ولكن انا عندي من الشجاعه اقول ان امين عمر ومحمود البنا، محمد الحنفي طبعا قديم فلعب في الاجواء دي قبل كده، تحديدا امين عمر ومحمود البنا لعبوا في تونس تحت ضغط جماهيري، عملوا ماتشات رائعه في الدوري التونسي وتعرضوا للضغوط دي. تمام. عندهم الشخصيه، هم حكام كبار وعندهم الشخصيه اكيد. وهقول لك حاجه ثانيه برضه، وهقول لك حاجه ثانيه، دايما الحكم وهو بيحكم بره بلده بيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل. اسهل طبعا. ايا ما كان، حتى لو انت بتلعب الترجي والنجم، اسهل من الاهلي والزمالك. مش اسهل من ناحيه اسماء الفريقين، لا، انت بتلعب الماتش وعارف ان انت ماشي. انما انت هنا لا، هيقعد مدى الحياه يكلموا على حكم ماتش الاهلي والزمالك. فالعمليه بتبقى اصعب يعني. الضغوط الجماهيريه هنا اهو اصعب. نجحوا. بقيه الناس، احمد الغندور يعني، محمد عادل، محمد معروف، الناس اللي هي لعبت بطولات افريقيا ولعبوا في جماهير نجحوا. اتمنى ان هم لما هنا يلعبوا برضه تحت ضغط جماهيري، اتمنى ان هم ينجحوا النجاح ده. انت مع موضوع التبادل ما بين مصر وتونس في موضوع التحكيم ده ولا رايك فيه؟ انا موضوع معاه، بس معاه يعني هو بيستفيد اكتر. هو اللي بيستفيد اكتر. ليه بقى؟ انت برضه بتاخد من عندهم، لان انا برضه هبقى متحيز لحكامنا، لان حكامنا افضل، حكام مصر افضل. يعني انت لما تقول النهارده الترجي والنجم الساحلي، لما تقول لي النجم الساحلي والصفاقسي، لما تقول لي الصفاقسي والترجي، دول حكام مصريين ونجحوا. نجحوا نجاح كبير. تمام. هنا هل ممكن تدي حكم تونسي اهلي وزمالك؟ صعبه شويه، اشك بنسبه 100%. 100%. هم ما عندهمش غير يوسف السرايلي. حكم مميز، هو ده المميز عندهم. تمام. هل يوسف الراي العام هنا هيقبل ان هو يجي يلعب الاهلي والزمالك؟ ما اعتقدش. هل يوسف يجي يلعب لاي فرقه بتطلب حكام مش مصريين ضد الاهلي او ضد الزمالك؟ بيراميدز يجي يلعب بيراميدز واهلي او بيراميدز وزمالك؟ اشك. تمام. هيبقى الموضوع هيبقى صعب شويه. تمام. يعني انا مع ان احنا نعمل تبادل مع حد، انا اروح استفيد يعني. يعني اروح استفيد بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي جاي لي ده جاي نمره واحد. النهارده الدوري السعودي مباراه كانت هايله النهارده. تمام. الهلال والنصر، مين اللي كان بيحكمها؟ الحكم اللي حكم افتتاح ونهائي كاس العالم، وغلط وفي وجود الفار، وراح اتفرج على الفار وسمع رايه. تمام. بس مين اللي جاي لي؟ حكم تقيل طبعا، غلط في الدقيقه 92، دقيقه 93، بس يعني 92 دقيقه 93 دقيقه مفيش اخطاء، بيدي دروس. بيدي دروس في الشخصيه، في اللياقه، في فنيات تحرك. يعني انت مع ان احنا حتى لما هيكون في مباراه اهلي والزمالك او اهلي وبيراميدز، طبعا بيراميدز بينافس دلوقتي على الدوري اكيد، لكن مع ان يكون حكم كبير جدا هو اللي يجي، ولا لمجرد ان انا اجيب حكم اجنبي وخلاص ورايح دماغي من الدوشه بتاعت حكم مصري ممكن يغلط غلطه والدنيا تقوم وكلام من ده؟ لا لا لا، انا مع الحكم الاجنبي، ان هو لو هيجي يبقى حكم كلنا نستفيد منه. حتى الاجهزه الفنيه تستفيد منه، حتى اللعيبه تستفيد منه. انما هو هيجي عشان هو اجنبي وخلاص والسلام عليكم، وعليكم السلام، لا.
انا ضد المبدا ده. الضغوط يعني ممكن تخلي الحكم يغير قراره او مش يغير قراره وهو قبل ما يصفر من الضغوط اللي عليه او الاجواء اللي حواليه في المباراه، ممكن يخليه بدل ما يصفر صفاره تكون صحيحه ممكن ما يرضاش يصفرها مثلا او ما يرضاش ياخد القرار. الحكم اللي شخصيته ضعيفه ممكن يستجيب للضغوط. ممكن طبعا. ده ممكن يستجيب للضغوط اللي قبل المباراه. مش لازم جوه المباراه، لا ممكن قبل المباراه. مباراة عليها لغط وعليها كلام وعليها اعتراضات وفي تصريحات متبادله ممكن هو يتاثر بيها وينزل، ده ياثر على اداءه. مع ان عضو مجلس اداره اتحاد الكره يكون رئيس لجنه الحكام، هو لا ضد الجزئيه دي ويكون حد من بره. وشفنا كمان في السعوديه بيجيبوا حكم، شفنا الحكم كراتنبرج اعتقد اسمه اللي هو الحكم الانجليزي الشهير، هو الرئيس حاليا الكابتن خليل. انا قصدي ان كان متواجد فتره من الفترات وما زال موجود، بس هو موجود فنيا. تمام. احنا في الاول كنا بنتوسم في وجود عصام عبد الفتاح على ترابيزه اتحاد الكوره ان هو يكون دعم كبير للحكام. هو دعم في حاجات محدش يقدر ينكرها، زي دعم ماديا، معسكرات ماديا، دي مش للحكام. لا، ماديا دي كمحاضرات، كادوات تدريب، كمحاضرين جابهم حضروا حكام مصريين، معسكرات فترات طويله، جلسات التحليل، ملابس للحكام، كل ده توفر. ولكن ما توفرش فلوس الحكم، ما توفرتش. دي جزئيه مهمه قوي برضه، ما زلنا بناخدها على راي فهيم عن نوته. ازاي عن نوته يعني؟ يعني بعد فتره ما تاخدهاش وقتها. هو يعني الاجر بتاع الحكم في المباراه بيبقى حوالي كام؟ حوالي 3000 في المباراه. 3000 ده قبل الخصم. هل قبل الخصم؟ يعني قبل الخصم الضرايب بقى وحاجات كده. طيب هل ده مبلغ كافي؟ انا قلت قبل الخصم فين بيشيلوا ايه؟ لا، بالمقارنه بالارقام اللي احنا بنسمعها في الدوري الممتاز. لا مش كافي طبعا. مش كافي. لا خالص. وخصوصا ممكن حكم في شهر واحد يحكم ماتشين، يعني يطلع له 6000 جنيه، ده مبلغ قليل جدا. قليل جدا، وخاصه كمان بالنسبه لالتزاماته. لان هو بيصرف على التحكيم. ازاي؟ هو اللي بيتمرن. هو اللي بيشوف الملعب اللي بيتمرن عليه فين، هو اللي بيعالج نفسه، هو اللي هو كل حاجه. هو كل حاجه، الانتقالات عليه هو. طبعا الشكل الخارجي والمظهر ده اكيد بتاعه هو، ولكن متطلبات الكلام ده كحكم لا، بيبقى محتاج ان هو يظهر بشكل تاني. يعني هو برضو كلنا في الاخر، كل واحد زي ما بنقول مهام الوظيفه او الشكل العام للوظيفه او الشكل العام للمهام اللي انت بتعملها لازم يكون ليها شكل معين، فده برضو بيكلف. ده من او دي من ضمن الامور اللي اثر فيها شويه كابتن عصام فتح. اثر فيها كتير، مش اثر فيها شويه، اثر فيها كتير. هي الحكام فعلا بتاخد، بس بتاخد متاخر. الحاجه الثانيه اللي اثر فيها ان هو كان لازم من اول يوم، كابتن عصام موجود تقريبا بقاله 6 سنين او 7 سنين حاجه كده يعني. تمام. كان من اول يوم كان يحط من ضمن لائحه المسابقات عقوبات تبقى رادعه لاي واحد يتجرأ او يمتعد من قرارات الحكم. ده ما حصلش، احنا لسه بندور عليه النهارده. ولسه بنقول هنودي للجنه الانضباط كان المفروض من الاول طبعا. كان من فتره طويله. الحاجه الثالثه ودي اكبر حاجه انا باخدها عليه، دخوله في مهاترات وخناقات ومشادات انا ضد الكلام ده. حتى لما كنت شغال معاه في اللجنه انا كنت ضد الكلام ده. طب ده هيخليني او هيجرني ان انا اسالك على القصه الاخيره كابتن سيد عبد الحفيظ وتصريحاته، واتكلم على ان نادي الزمالك مثلا وجهه نظره في بعض الحكام ما بيحكموش لنادي الزمالك، هم حكام كبار زي جهاد جريشه مثلا او حتى محمود البنا، وبيسال تساؤل كابتن سيد عبد الحفيظ، هل بدايه من وجهه نظرك شايف تساؤل طبيعي ولا المفروض ما كانش مثلا كابتن سيد؟ انا بحب اتكلم بصراحه يعني. وهل الرد الفعل بتاع كابتن عصام فتاح شايفه كان رد فعل جيد ولا ما كانش المفروض ان هو يرد بالطريقه دي او يتكلم باسلوب اللي احنا شفناه كلنا في الفضيات؟ طيب لما تيجي تبص للموضوع بناخده من اكتر من وجهه نظر. تمام. بمعنى هتاخد بوجهه نظر المشجع الاهلاوي اللي عمله سيد ده حاجه نجوميه طبعا من وجهه نظر اهلاويه اكيد. تمام. طبيعي. لما تيجي تاخده من الاداره بيدافع عن حقوق ناديه اكيد، لما تيجي تاخده من الاعلام سبق ليهم وهيشتغلوا عليه كام يوم. لما تيجي تاخده من الاتحاد او بقى لجنه الحكام لا مش مقبول. مش مقبول ليه؟
مقبول ان انت تقول انا فرقتي بيحصل معاها 1 2 3 4 تمام يا جماعه انا عايز الكلام ده ما يحصلش معايا. خليني اقول لك برده كابتن ياسر هو ما هاجمش يعني هو الراجل بيسال. هو الراجل بيسال انا معاك انا معاك تمام. لما يجي يسال لو في قناه شرعيه يمشي فيها لا القناه الشرعيه اولى. بمعنى كابتن سيد عنده تساؤلات انا 1 2 3 4 اعمل مذكره واديها لجنه الحكام لجنه الحكام ترد عليا او ان في مساحه ودي برضه انا ما بفضلهاش للمكالمات التليفونيه ان في ايه او اروح بنفسي في ايه تمام ده مقبول انا اروح بنفسي واتكلم وافهم ولكن احنا في ظروف صعبه والجماهير مش بتفهم الكلام زي ما الكابتن سيد عايز يقوله هتفهمه بمعنى حاجه تانية خالص وده اللي حصل بقى الاهلاويه بقى بيهاجموا والزملكاويه بقى بيهاجموا ودخلنا في متاهه. لا انا اتكلم على فرقتي اتكلم مع لجنة الحكام المسؤولة عن الكلام ده طب هو تساؤل منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي طبعا. طيب ما هي دي الجزئية منطقي. الراجل بيتكلم في حاجة منطقية خلي بالك يعني هو مش قصده على فكرة على فكرة كابتن سيد أكيد مش قصده أنا مش بدافع عنه في فرق في فرق بس هو مش قصده يتكلم عن نادي الزمالك بالتحديد هو بيتكلم على إن لو حتى نادي تاني بينافس النادي الأهلي أيوة بس هو هي الألفاظ هي اللي اختلفت بس لما أنا أقول إيه في أندية تانية بيحصل معاها كذا في حكام تانية بيحصل معاها خلاص الموضوع هيعدي ولكن هو ذكره للمنافس باسمه هي دي اللي عملت المشكله. انا اتكلم على فرقتي انا اتكلم على اللي ليا هتلاقي الدنيا افضل. تعال بقى الرد فعل لجنه الحكام لو كان هي عندها قناه شرعيه ما كانش هيوصل الامر بان يطلع عصام عبد الفتاح يتراشق بالكلام مع سيد عبد الحفيظ تمام ده ادى لايه؟ ادى لحاله من الاحتقان ادى النهارده بقى فيه اخذ ورد. انا من فتره طويله جدا في احد البرامج اللي انا بطلع فيها باستمرار قلت له ما تطلعش تتكلم لان الكلام بيخسرك والكلام بيخسر الحكام والكلام بيحط ضغوط على الحكام فالكلام ده كله احنا في غنى عنه لو انت عندك لائحه طبقها على الكبير قبل الصغير ده يعني ما فيهاش كلام ولكن فوجئت برضه امبارح ولا اول امبارح ان هو بيقول احنا هنبدا نعمل طب السنين اللي فاتت دي انت كنت شغال بايه؟ طب ممكن حضرتك تجاوب لي على التساؤل بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ من وجهه نظرك انت؟ اللي هو ان في حكام بعينها بتروح هنا وفي حكام كلام ان الناس الحكام الكبار جدا ما حكموش نادي الزمالك غير مباراه واحده تمام في الدوري لحد دلوقتي تمام انت من وجهه نظرك ردك هيكون ايه لو حضرتك مكان كابتن عصام فتح؟ هو كابتن عصام رد في الموضوع ده وقال ان جهاد كان عامل مشكله مع الزمالك بس المشكله دي مطوله شويه جدا وبعدين هو لما رجعوا على ماتش نجوم المستقبل ونجوم مستقبل كسب فيعني هو من وجهه نظره كده ان هو حل مشكله جهاد من ناحيه ثانيه بس المشكله طويله قوي يا كابتن ياسر انا شايف يعني ده طبيعي ان هي تاخد الفتره دي كلها طب انا برضه هسالك سؤال ثاني هل انت النهارده تقبل ان ابراهيم نور الدين يجي لك ثاني السنه دي؟ لا صعبه شويه بصراحه فهنقول لينا ونقول اللي علينا تمام مش هيبقى مقبول ولو جه مش هتبقى ضامن النتائج ايه مش هتبقى ضامن العواقب ايه ولكن لو انا من البدايات انا ماشي بقوه وبحزم لا انا باعت للاهلي وباعت للزمالك وباعت للاتحاد والحكم هيغلط وهيجي لك تاني بعد اسبوعين ثلاثه الموضوع منتهي ده غلط وده عمل 3 بونت هيجي تاني يعني قصدك لازم يكون في شخصيه قويه من لجنه الحكام اداره لا هم كلهم ناس محترمه وكلهم يملكوا من الشخصيه شخصيات محترمه انا قصدي شخصيه اداريه ولكن اداره لا في تهاون كتير يمكن هرجع لك تاني لنقطه مجلس الاداره وجود عصام في مجلس الاداره اتحول من قوه الى حاجه تانيه يعني بقت المصالح يعني متضاربه الجزئيه دي بقت المصالح متضاربه انا النهارده عايز ارضي النادي وعايز ارضي الحكم وعايز ارضي الحكام فالمعادله دي تتحل ازاي النهارده هو عضو مجلس اداره ومش لاقي وسيله يعاقب بيها حد فبيطلع هو يرد بنفسه هل ده مقبول طب ما انت قاعد على الترابيزه طب ما انت اعمل انت العقوبات انت قول لازم يحصل كذا يعني خلي بالك المشكله مش في الدوري الممتاز بس والكلام مش من بتوع الدوري الممتاز بس والكلام مش من سيد عبد الحفيظ بس ولا يعني لا 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 ده الكلام وصل للدرجه الثانيه للقسم الثاني تمام وبيطلعوا بيقولوا افشع من كده ما بيتردش عليهم هنا بقى السؤال انت ليه بترد على دول وما تردش على دول ده بالعكس ده انت في ناس طلعت من القسم الثاني هاجمت حكامك في 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 يعني في سمعه تمام وما لقيناش ان في اي رد تمام ماتشات بتتلغي حكام
يعني ماتشات ناشئين بتتلغي. ده جاي من ايه؟ جاي ان مفيش عقوبات رادعه. ايه النهارده اللي منجح كل الدول؟ ان في عقوبات وفي لائحه الناس كلها بتبقى موافقه عليها. خلاص انا عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، تجاوزت خلاص هتعاقب، الموضوع منتهي. انما عدم، طب احنا النهارده قلنا هيتعرض الموضوع على مجلس الاداره وهنوقفه وهنعمل، مش هو ده الكلام اللي بعد المداخله حصل ايه؟ ولا حاجه. الموضوع اساسا ما اتناقش، الموضوع اساسا ما اتعرضش، ده اللي هم خرجوا بيه. فانت النهارده طب يعني مش احنا كنا قاعدين مستنيين ايه رد فعل؟ مفيش رد فعل غير ان احنا طلعنا واتكلمنا وزعقنا وبرده في الاخر مفيش نتيجه. مفيش نتيجه. وصلنا ان النهارده في جهاز بالكامل وجمهور بالكامل بيتراشقوا بالازايز، والعقوبه عقوبه ماديه. سواء على الجماهير او على الجهاز. انا الجماهير ما تعنيش. تمام. ليه؟ لان الجماهير هو في الاخر مشجع اكيد ومتحمس لفريقه، كل واحد بيبقى انما جهاز او لاعبين احتياطي بيعملوا كده وما فيش عقوبه، دي كانت غريبه بالنسبه لي. غريبه بالنسبه لي ان 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 لاعب يخرج يضرب مصور. ممكن الحكم ما شافوش، ممكن الحكم الرابع ما قامش بدوره. طب فين بقيه الادوار؟ ما فيش. فاحنا هنوصل لمرحله هتبقى صعبه نفسيا. الحكام المصريين متاثرين شويه. اكيد اكيد. بص، ما انا النهارده عشان انجحك لازم يبقى اوفر لك كل عوامل النجاح. وبعدين اقول لك اتفضل. انما انا النهارده عوامل النجاح مش موجوده وعايزك تنجح، هي مش عافيه. عمرها ما كانت عافيه. الحاجه الثانيه، حكام كتير جدا بتتكلم في موضوع العدل ان هم مش حاسين بالعدل. الحكام نفسها مش حاسه بالعدل. فده يديك انطباع بايه؟ يديك انطباع ان في حاله عدم رضا. حاله عدم الرضا دي هتنعكس على ادائهم بشكل طبيعي وهتنعكس على النفوس. اكيد. انا النهارده ببقى قاعد في البيت مش بتمنى نجاح لزميلي. ما كانش على الصفوه، انا بتكلم على الباقي. تمام. الصفوه خلاص هم ماشيين في سكتهم وبيلعبوا ماتشاتهم وبيحاولوا ان هم يحسنوا ادائهم، وفيهم ناس عامله ماتشات هايله. يعني ما اقدرش اتكلم على حود البنا. حود البنا هايل. امين عمر. محمد عادل. محمد معروف. الحنفي. الغندور. يعني لا، هو في حكام مميزين بصراحه. تمام. لكن هو المستوى كله انا مش عايز انسى حد. تمام. انما في ناس لا تميزت. وفي ناس ادت في وسط الظروف دي. الحاجه الثانيه الاستهلاك. انا بستهلكهم في الدوري الممتاز، بستهلكهم في القسم الثاني، وبستهلكهم في القسم الثالث. لا، هي عمليه مش كده. يعني هي العمليه لازم يكون فيها لكل مقام مقال. طب الحملة الشرسة اللي ممكن تكون في بعض الأحيان على الحكام ده ممكن يتطلب أن يكون في أخصائي نفسي للحكام عشان ما يتأثروش نفسيا في أدائهم في المباريات؟ طبعا. ولا الجزئية دي ممكن ما يكونش في تركيز عليها قوي من قبل لجنة الحكام؟ هو الكلام ده طبعا كلام علمي وكلام ما فيهوش آراء. إن المعالج النفسي لازم يكون موجود. طبعا كلنا شفنا المنتخبات الكبيرة يعني ده حتى مع الحكام في كأس العالم. لا، كان معاهم معالج نفسي وكان ليهم طريقة للتمرين عشان يعمل ريكفري نفسي ليه هو. ولكن الكلام ده عندنا احنا بعيد شويه. احنا لغايه النهارده لسه مش عارفين نصور بثلاث كاميرات ولا اربعه ولا نشوف دي ولا نشوف دي. فاحنا بعاد شويه. كل ما العدد يكبر من الطاقم التحكيمي في ارضيه الملعب، ده في صالح الحكام ولا ضد الحكام؟ لان احنا شفنا حتى لما العدد كان كبير، حكم رابع وحكم خامس وكلام من ده، برضو في اخطاء. الافضل ايه؟ بص، هو التجربه في بدايتها كانت ناجحه. تمام. لما حطوا حاكمين اضافيين. ولكن واحده واحده بدا الموضوع الزمام يفلت، بمعنى بدات المهام تتداخل، بدا كل واحد عايز يبقى ليه دور، وبدا ان هو يتعدى دوره. فبدات هنا يحصل المشاكل اللي احنا بنشوفها. وبدا يحصل عدم ثقه ما بين حكم الساحه اللي في الملعب وزميله الاضافي، والاضافي والحكم اللي في الملعب. فدي انعكست على القرارات اللي هم خدوها. طب عدم الثقة دي جت من ايه؟ عدم الثقة دي جاي من انت بتتدخل في ايه؟ انت بتتدخل في ايه؟ امتى انت بتتدخل؟ فدي بتخلينا انا كحكم متشكك فيك، او متشكك في قرارك، او متشكك في رأيك. هنرجع لنفس النقطة اللي حضرتك قلتها في الأول، ان لازم كل واحد يبقى عارف واجباته ومهامه ايه قبل البطولات بشكل عام، مش قبل المباريات. وبعدين هي مجموعة. المجموعة دي لازم تكون معروفة، وهي بتقوم بالدور ده. وهي لكل مره انا بصلح لها، انما انا ما اقعدش اوسع 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 عشان في الاخر تحصل المشاكل اللي حصلت.
مع مطالبة بعض الأندية باستبعاد حكام بعينها ولا ضد الجزئية دي؟ وهل الكلام ده بيحصل بره في أوروبا مثلا بالتحديد ولا مش موجود؟ حق كل نادي يقول أنا عايز ياسر وسمير وأمير وحازم، حقه أنه يقول أنا مش عايز دول، قول. وحقك كمان أنك تقول أنا عايز دول، طبعا. حقك قول، يقول. وبعدين بقى أنا صاحب القرار، أنا هاخد الورقة بتاع حضرتك دي وحطها في الدرج، تمام، واللي أنا عايز أعينه هعينه، اللي أنا شايفه هعمله. طبعا واعتقد يعني ان ده حصل، المفروض ما يبقاش في الكلام ده برضه عشان اكون منصف. اعتقد ان ده حصل، لان في حكام كانت بعينها الاهلي طلب ان هي ما تجلوش وجات له، والزمالك طلب ان هي ما تجلوش وجات له، وانديه ثانيه في نفس الوضع برضه، حتى في القسم الثاني نفس الوضع برضه. انا هقول دي واقول دي، لا، هم اللي هم بيشوفوه من وجهه نظرهم ان هو هينجح خلاص. الحاجه الثانيه برضه في رد عصام على سيد، بيقول له يعني او بيحلف او بيقسم ان محمود البنا كان متعين في بيراميدز والزمالك ان هو اتاجل. طب وبعد بيراميدز وزمالك؟ لا لا لا, لا لا، هو انت مش محتاج ان انت تقول كده خالص، ولا اي مخلوق في الدنيا كلها ليه عندك ان انت تحلف له او تقسم له ان هو بصراحه كان مش موفق اطلاقا في تصريحاته. يعني انت عارف ايه يعني مع احترامي الكامل لاي مدير كوره في اي نادي، انت مين عشان تسالني؟ دي مش شغلتك، انت شغلتك نادي، فرقه، احتجاج، مذكره، كل الكلام ده. لا بس حضرتك برضو طبيعي جدا ان هو ممكن يسال، يعني مدير كوره او اي مدير كوره، مش بتكلم عن كابتن سيد بالتحديد، انا بتكلم عن اي حد او اي مسؤول من حقه ان هو يدافع عن حقوقه. انا قلت لك بص، من حق كل واحد ان هو يطلب اللي هو من وجهه نظره ان ده يحفظ حقوق ناديه او فرقته، ده حق مشروع، تمام، طالما ان هو لم يتجاوز. على فكره النقطه اللي كان فيها كابتن سيد دي ما حدش كان واخد باله منها. هو الراجل بصراحه شاطر جدا ومركز جدا في شغله كابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه، يعني لكن ما حدش كان واخد باله منها، لفت النظر بالنسبه للناس كلها. ايه المشكله لما انا اسال سؤال زي ده وماشي خد السؤال من غير بقى ما نقعد نتكلم مع بعض في الفضائيات، وانا ارد وانت ترد وكلام من ده. زي ما حضرتك قلت مثلا اخد التساؤل ده افكر فيه لو انا مثلا، او اراجع نفسي فيه لو انا غلطان فعلا في الجزئيه اللي الكابتن سيد سال فيها، وبعد كده اخد قرار في الاخر. انا قلت لك هو سؤال مشروع، ولكن مش في مكانه، مش قدام الشاشات، مش في الفضائيات. اعمل مذكرة اسأل فيها يا جماعة، انا اشمعنى الناس دي بتجيلي والناس دي بتروحش حتة تانية، هو في ايه؟ هيترد عليك. هو سؤال في محله بصراحة، تمام، سيد في الحقيقة. يعني حتى لو نادي تاني، انا مش بتكلم عشان الاهلي، لا لا لا, لا عشان أي نادي، لو نادي تاني شاف نفس الجزئية حقه جدا ان هو يتساءل. وده بيحصل على فكرة، وده بيحصل في حكام بتشتكي ان انا بيكرر لي حكم بعينه اكتر من مرة، فاهمني ازاي؟ انا مش عايزه، تمام، مش عايزه لان هو مش ان هو وحش، لا، انت عارف دايما العقل الشرقي بيبقى مسيطر عليه قصة التوفيق وعدم التوفيق، وانا بخسر وانا ده موجود. وعلى فكره حتى مع الحكام موجود، والحكم زي ما هو من حق النادي ان هو يرفض حكم، من حق الحكم ان هو يرفض ان هو حاكم النادي. او ممكن حكم يقول انا مش عايز احكم النادي. طبعا طبعا حقه، تمام، وحق اللجنه الاصيل ان هي تتعامل مع الحالتين بما لا يخل ولا بالهيبه ولا باي حاجه تخص التحكيم. السوشيال ميديا بتزيد الضغوط على الحكام من وجهه نظرك؟ زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه ناس بتقعد تتكلم على التحكيم كتير، ما كانش الناس تقدر تكشف عيوب الحكام زي ما احنا بنشوفها دلوقتي مثلا. وطبيعي جدا الحكم انسان، وارد ان هو يكون موفق، وارد ان هو يكون موفق، لكن السوشيال ميديا ممكن تكون زودت الضغوط شويه على الحكام بشكل عام. السوشيال ميديا زودت الضغوط على الحكام وعلى مجالس ادارات الانديه وعلى مجلس اداره الاتحاد وعلى الوزارات وعلى الدولة وعلى المسؤولين. لا، النهارده السوشيال ميديا قوة إعلامية لا يستهان بها. أكيد طبعا من ضمن الناس اللي بيتأثروا الحكام، ولكن ده يبقى غلط كبير جدا، لأن أنا كحكم مش مفترض إن أنا أخش في المتاهة دي. أنا كحكم لازم أهيئ نفسي، لازم أبقى عارف أنا دوري إيه، وعارف إن أنا هيتقال عليا كده وهيتقال عليا كده، ولما أكون وحش هيتقال عليا وحش، ولما أكون كويس هيتقال عليا كويس. ده الطبيعي. انما ان انا استجيب للضغوط دي يعني تبقى حاجه مش كويسه. زي ما قلت لك، اللي بيستجيب للضغوط هو عنده مشكله في الشخصيه بتاعته. طيب عايز اتكلم عن الفار شويه. هو في الاول اسمه فار ولا اسمه في اي ار زي ما سمعنا مؤخرا؟ عايزين نعرف المسمى بالظبط بتاعه. طيب هو النطق الصحيح هو طبعا اول ما يعني اخترع الموضوع وبدانا ان احنا نقول ان في تقنيه حديثه وان في فار وان في حاجه جديده دخلت علينا، كنا بنقول فار. طلع
بعد كده VAR. يعني انت عارف اللي هو ايه، لازم ابقى مختلف. ماشي خلاص، خد فرصتك ابقى مختلف. ولكن برضو انا من النوع اللي يعني الحمد لله اتعلمت الحمد لله يعني. ففي حروف بتتحول لمصطلح او لكلمه. تمام تمام. طالما ان هي انتشرت دوليا بقت معروفه، يعني انا لما اقول لك فار خلاص انت عرفت ده ايه. لما اقول لاي حد تاني فار اتعرف زي فيفا بالظبط. يعني ايه اتحاد الدولي؟ مش محتاجه بقى ان انا اقول بقى فيدريشن. طيب كاف، مش محتاج ان انا اقول بالظبط. خلاص هي حاجه، هي نفس هي هي حاجه، هي حاجه اتعرفت. زي كايرو كاي اتعرفت. يعني عارف ايه، هي ممكن تقال كده وممكن تتقال كده، بس هي اتعرفت عندنا فار، فار صح، وفي اي ار صح. يعني الاثنين عادي، الاثنين عادي، وعادي جدا اقول فار يعني مفيش مشكله. لا لا لا، ومحدش يقدر يلومك ومحدش يقدر يراجعك وعلى مسؤوليه انا. طيب قبل ما اختم مع حضرتك، ممكن في يوم من الايام نشوف حكم مصري بيحكم في اوروبا مباراه مثلا، ولا الكلام ده صعب على مستويات التحكيم المصري او المستويات اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ والله ممكن لو في اطار تبادل قاري ما بين اتحاد قاري واتحاد قاري تاني. لا ممكن طبعا هيتحمل الضغوط، يعني يقدر يحكم مباراه لريال مدريد لمانشستر يونايتد للفرق الكبيره دي. لا هو خلي بالك في الدوريات ما اعتقدش هيبقى صعب شويه. تمام، انا بتكلم على منتخبات. لان احنا كان لينا سابق قبل كده الكابتن جمال غندور راح حكم في بطوله الامم الاوروبيه. وفي نفس الوضع برضو او في نفس التوقيت جه حكام من اوروبا حكموا في بطوله الامم الافريقيه. فدي بتبقى في اطار اتفاقيات قاريه، يعني اتحاد قاري مع اتحاد قاري. انما يعني اتحاد اهلي ان هو يستعين بحد من افريقيا عشان يحكم في الدوريات بتاعته صعب قوي. مع ان انا عايز اقول لك حاجه، ده السودان ما بتدخلش حكم اجنبي عندها. فانت مثلا عايز اسبانيا ولا ايطاليا ولا المانيا تدخل حكم، ولا انجلترا؟ لا اعتقد انه صعب. صعب. طيب اخيرا عايز نصيحه من حضرتك للحكام بشكل عام خلال الفتره دي، وللكابتن عصام عبد الفتاح بالتحديد، او رساله حابب توجهها لهم. يعني بالنسبه للحكام، التركيز التركيز التركيز. ابعد نفسك عن المهاترات، ابعد نفسك عن كل حاجه ممكن ان هي تشتتك، ابعد نفسك عن الضغوط. انت حكم. انا ثقتي في الحكام المصريين لا حدود لها. وعارف ان في حكام مستنيه الفرصه، وعارف ان في حكام خدت الفرصه ومستنيه الثانيه. بقول ما تفقدش الامل. حكام الصف الاول بقول لهم يعني حافظوا على نفسكم، لموا بعض. انتوا دلوقتي اللي جارين معاكم حكام كتير، فلازم انتوا تكونوا نموذج في كل حاجه جوه الملعب وبره الملعب. علم الحكم الصغير بادائك في الملعب، ما تخافش من حاجه، ما تخافش على ماتش، ما تخافش على مسابقه. طبق القانون وهتلاقي ربنا يقف جنبك. رساله كابتن عصام فتاح. عصام بالنسبه له الرساله هتبقى كتير. تمام. ابرز الرسائل، ابرز الرسائل، بطل كلام في الفضائيات. دي اهم حاجه، دي اهم حاجه. كابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدوري الشهير، نورتني وشرفتني بصراحه. انا بشكرك امير، ودايما بكون بستمتع وانا موجود معاك، ومستمتع وانا موجود بتكلم عن التحكيم. وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي على الدعوه الكريمه. منورنا ومشرفنا دايما. طبعا دي كانت الفقره الحواريه الاولى من حلقه الاهلي الليله النهارده. الفقره الحواريه الثانيه هتكون مع الكابتن ايمن دجيش، ايضا الحكم الدولي المعروف، هتكون من خلال زميلي العزيز عمر ربيع سين بعد فاصل.